تفضل لاعب ادم لاعب الفتح الرباطي والمنتخب الوطني الامريكي تفضل مشكوره تحيه في ادم سنعيش كذلك بعض اللقطات من مقابلات اللي ربما شاهدتها جميع اللي كنعتبرها الصراحه ايام عظيمه انه يكون واحد فخر ديال هذه المدينه هذه وكنحظى بالاستقبال هذا اللي كان صراحه واعر كنبغي نشكر الوالدين ديالي بزاف على الوقوف ديالي معاهم في الاوقات الصعبه الصراحه كنشكر الاب ديالي بزاف حيت ضحى معايا بزاف وكنبغي نشكر بزاف الوالده ديالي على الدعوه ديالها وعلى التحيات ديالها الحمد لله هذه المشاركه بهذه الكاس الافريقيه كانت مشاركه مشرفه انا فخور اني نكون واحد من هذا الجروب هذا اللي خرج بواحد الباركور اكسبسيونال في هذا التورنو هذه كنبغي نشكر اللعابه كاملين على المجهودات ديالهم في المباريات كلها وكنبغي نشكر ايضا الطاقم التقني والطب على المساعدات ديالهم على المعاونه ديالهم لينا كنبغي نشكر المدرب ديالي على الثقه اللي عطاني خصوصا في انه كانوا دي ماتش صعابين يعني ما يجي الكوتش ويدخلك الا وانه تيخ فيك ويعطيك واحد الثقه كبيره كنبغي نشكر والدي بزاف على الدعم اليومي ديالهم كنبغي نشكر كاع الشعب المغربي على المسانده ديالهم خصوصا ساكنه تركيست وهذا كيعطيني حافز كبير انني نزيد نخدم ونزيد نمثل هذه البلاد احسن تمثيل وخصوصا المدينه ديالي وكنوعدهم انه ان شاء الله غنحاول ان شاء الله نعطي مجهدي باش نطلع في هذه المدينه ونكبر ديالي يعني ان شاء الله الحمد لله كان استقبال رائع كانت واحد المفاجاه اللي ما كنتش متوقعها ودار كما قلت لك كيعطيني واحد الحافز كبير باش نزيد نخدم وكيعطيني واحد المعلومه انه الشاكينه تاريخ كلها ثقه فيا وكلها ورايا باش ان شاء الله نزيد من 300 احسن تمثيل ان شاء الله تحية مرة أخرى لكل من ساهم ودعم وشجع سي آدم للرقي به إلى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس